طبول التصعيد تقرع في أرصفة النجف مرة أخرى لتشهد دهاليز السياسة في الغرف المظلمة بناء خارطة جديدة تتقاسم فيها المناصب حسب ما أفرزته الانتخابات البرلمانية الأخيرة. البوصلة تتجه بقوة نحو إقالة اليسيري من منصبه بعد تورطه بملفات فساد في الاستثمار وبيع المناطق الخضراء، هذا ما ذكره مراقبون في الشأن المحلي. اليوم الكل يعلم مدى الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وهذا الفساد واستشراء يتحمله محافظ النجف باعتبار على سلطة تنفيذية وإدارية في هذه المحافظة. اليوم رأينا تخبط من قبل محافظ النجف في توزيع الصلاحيات واستبدال مدراء الدوائر على أهواء الأحزاب واقتصادياتها التي تقوم بتقديم الطلبات، وليس على المحافظ سوى التوقيع على هذه الطلبات. كنواب جدد في المرحلة الحالية بانتظار اليمين الدستوري ومباشرتنا بالعمل النيابي حتى نحقق مطالب أبناء النجف بالإقالة واختيار شخصية بديلة لهذا المحافظ لتليق بمحافظة النجف الأشرف، وكان الأولى بمحافظ النجف أن يقدم استقالته استجابة لأبناء المحافظة، وإلا الموقف بانتهاء احنا ليست فقط استقالة وليست فقط إقالة، وإنما محاسبة لما شهدته محافظة النجف من ملفات فساد كبيرة على مستوى كبير، واحنا كل الملفات موجودة بحوزتنا. صب الزيت على النار فكانت المواجهة في الشارع، فما بين متظاهر يطالب بإقالة المحافظ ومحاكمته وبين جندي يدافع عن كرسي طالما أغر من جلس عليه وامتدت إليه سلطة ما يسمى الدولة العميقة ليكون مصيره حسب أهواء الأحزاب الحاكمة. فالمشهد السياسي المحلي شهد سقوط أوراق متنفذة، وربما ستكون الحلقة الأخيرة منصب المحافظ. منذ أكثر من 8 سنوات والمحافظ موجود في المحافظة، لم تشهد النجف أي تقدم على كل المستويات، رغم أنه الشارع النجفي على يقين أنه محافظ النجف الأشرف لا يستطيع الركون في مكانه طيل هذه الفترة، لم يكن مدعوما من جهة حزبية نافذة. على وقع التظاهرات تشهد المحافظة انتشارا أمنيا كثيفا في ظل حراك شعبي مطالب بإقالة المحافظ ونوابه، وتساؤلات عما تنتجه هذه التطورات وإلى أين ستميل كفة الميزان في فصل جديد من الصراع السياسي وحرب الملفات التي وضعت على طاولة القضاء. أحمد الحسين، قناة الرشيد.